حركة بقى النهارده اوكي القفز بفتح الحوض. ما دام قلت القفز بفتح الحوض يبقى انت لازم تكون بتعرف تفتح حوضك اوكي. لكن النهارده نتعلم بقى طريقه انك ازاي تدمج الجامب بتاعك القفزه بتاعتك مع فتح الحوض. وطبعا احنا في الحوض عملنا لكم فيلم، اكتب في جوجل اوكي فيلم الحوض، بس في البحث كده اكتب فيلم الحوض هيظهر لك اول فيديو ان شاء الله. الفيلم ده هيساعدك كتير فتح الحوض. طيب دلوقتي معايا انا، علشان في ناس كتير طبعا قالت لي يا كابتن انا بعرف افتح الحوض لكن مش بعرف اقفز وافتح الحوض، انا ان شاء الله النهارده اديكم طريقه سهله علشان باذن الله نعرف كلنا نعمل القفز بفتح الحوض. طبعا حركه شيك ومية مية بالنسبه للعيبه الفنون القتاليه اوكي. طيب اول حاجه دلوقتي معايا انا، يعني دايما علشان الحركه اعملها بكل سهوله العب بالتدرج اوكي. طيب اول حاجه دلوقتي هعمل جامب، هعمل جامب تمام. طيب اركز بس وضعيه ايدي عشان وضعيه ايدي بتكون مختلفه. ايدي مثلا واحد اتنين، بصوا كده ايدي تروح ازاي، واحد تروح كده وتفرد كده تمام. يبقى ايدي ها واحد اتنين، يعني باخد ايدي كده اوكي وبسحب. طب ليه يا كابتن في البدايه باخد ايدي كده؟ علشان ايدي لو خدتها مفتوحه مره واحده مش هعلى جامد، لكن لما باخدها مضمومه كده بس بتعليني فوق اوكي. فانا بالتالي بعمل كده بروح فاتح اوكي تمام، او اقفز وبعدين فاتح مش هتفرق. اهم حاجه عندي بس دلوقتي انه يكون الجامب بتاعي ايه عالي جدا اوكي. وعلشان اعلي الجامب بتاعي زي ما قلت ان انا باخد شيست صدري فوق تمام، اهو ركبتي خدها فين على صدري. في ناس تقفز الجامب بتاعها ورا، ده غلط. ما تجيبش الكعب ورا، هات ركبتك الاثنين على صدرك، كل اما يور نيز اوكي تاتش يور شيست. لما ركبتك تلمس صدرك الحركه بتكون معاك اسهل، يبقى اهو جامب بيبقى اعلى شايفين. العب على الجامب ده كتير. طيب عايز دلوقتي بقى انا اقفز وافتح الحوض. طيب هبدا دلوقتي ان انا ايه اقفز قفزه بالراحه مش قويه جدا وافتح رجلي الاثنين مثلا. بصوا ها اهو مثلا حاجه عاديه، حاجه عاديه خالص اوكي. تاني مثلا ها اهو. طيب لو كل ما انت تضرب رجلك جامد اوكي القفزه بتيجي معاك يعني حوضك بتفتح قوي. لو عملت بالراحه حوضك هتفتح فتحه صغيره حلو. لكن انا يا كابتن دلوقتي برضو في طريقه في ضربه الرجل، هل بضرب كده يعني بالجنب كده ولا بالوش؟ انت بتضرب بوش رجلك، شايف الوش ده هو اللي بتحركه، انت بتحرك بوش رجلك ده اوكي. بقعد كده والتاني ايه كده، لكن طبعا بقفز واخد الاثنين ايه مع بعض، يبقى القفزه لوحدها. بصوا يلا ابدا بقى اضرب رجلي عليه كده والتانية ايه كده اللي تم مع بعض ها ريدي جو. شفتوا تاني باخد ايدي ها اطلع اضرب، مش عايزك تضرب وانت بتطلع. في ناس بتستعجل انها تطلع رجلها بسرعه، بس تعمل كده بسرعه، لا استنى اما تبقى هاي اعلى فوق مع العلو اوكي. حرك موف يور دبل ليج، حرك رجلك ايه ها الاثنين تمام. ممكن برضو ايدي اخد كده، يبقى انا دايما ايدي ايه بسحب لفوق، ايدك تسحب لفوق بتعلي جسمك جامد. وممكن اعمل كده اوكي، يعني اسحب واعمل كده. كان حاجه ضربت رجلي الاثنين ايه بقوه، واضرب اضرب من الاخر مش عايز حد يسال اعمل ازاي كده، لا افرد كده افرد رجلك كده افرد افرد رجلك اوكي. يبقى اول شكل ها واحد وافرد اهوت، تاني شكل اطلع وضم ها اهوت، تاني يبقى اطلع فوق واضرب رجلي ها الاثنين اخر واحده اهوت تمام. يبقى يا كابتن ديت الجامب مع فتح الحوض. يا رب يكون الشرح عجبكم، ان انا العب الحوض لوحده طبعا بفتح الحوض اوكي، واتعلم الجامب ومع الجامب ابدا اعلى فوق ها بدراعي وافتح ايه الحوض بتاعي تمام. يا كابتن ها تاني اوكي واحد اتنين ها جامب وافتح ها ايدي اوكي او ها اضم كده تمام، وراسي تكون ستريت مستقيمه ما تروحش لورا تمام. يا جماعه دلوقتي من كل قلبي اتمنى ان الشرح يكون
عجبكم بركم التوفيق، ويا رب يا رب تتوفقوا دايما، انتظروا المزيد والمزيد واشتركوا بالقناة. السلام عليكم.